بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله العظيم أن تكونوا بخير. أحد الشباب سألني الكمبروسر القديم إزاي أتأكد إن هو سليم ولا لأ. طبعا ده الكلام ده ينطبق على كمبروسر التلاجة والتكييف معا، مش فقط التلاجة. هنعمل ايه بقى عشان خاطر نستلم الكمبروسر ده؟ انا بشتري كمبروسر دلوقتي من بتاع السكراب مستعمل، يعني بشتري كمبروسر مستعمل وعايز اتاكد ان هو سليم 100%. اول حاجه عايزين نتاكد، نشوف الملفات بتاعته موصله مع الجسم، يعني من كتر التشغيل الملفات انهارت ومحمصه ولا لا. هنعمل ايه؟ هنقيس الاطراف الثلاثه دول، هنقيس المقاومه، نشوف المقاومه التجويم مع التشغيل مدينا مجموع التجويم مع المشترك والتجويم مع التشغيل والمشترك مع التشغيل ولا لا. هنظبط الجهاز بتاعنا على الأم بالطريقة ديت، وهنقيس الأطراف الثلاثة مع بعض. طبعا جبت لنفسي ترامل زي كده عشان خاطر أعرف أقيس وأصور في نفس الوقت. ظابط الجهاز بتاعي على الأوم، مثبت الأوم على الكومن، النقطة المشتركة اللي هي رأس المثلث فوق اهيت، وأبدأ أقيس مع الطرف ده. اداني كام؟ اداني 18.2. أقيس مع الطرف ده اداني كام؟ اداني 17. يبقى 18 و17 مجموعهم كام يا شباب؟ مجموعهم كام؟ أنا طبعا مجموعهم المفروض يكون 35. لازم نقيس النقطة دي مع النقطة دي تديني 35. لحظة واحدة، نقلت الطرف هنا اهوت، طرف القياس، هشوف بقى مع النقطة التانية يديني كام؟ 35. تمام يا شباب، ده بالنسبة لقياس الملفات. فاضل نقطة واحدة في قياس الملفات، لا فاضل نقطتين، النقطة النقطتين فاضلين، واحدة منهم ان انا اقيس الملفات مع جسم الكمبروسر، والتانية ان انا اشغل الكمبروسر واشوف الامبير. نفس ال حاطط الطرف من طرف من اطراف القياس على الملفات اهو، احط الطرف التاني على نقطة ما تكونش مصدية، زي مثلا النقطة دي كده اهي. لو الملفات دي محمصة ومكهرب الجهاز مع نفسه، بص هدي هتوصل، هتعمل اوم، انما هي مش موصلة اهي. بص كده، بصوا كده موصل اهو مع نفسه اهو عادي، لكن لو عملنا كده مش موصل. طب لو طلع موصل يبقى الكمبروسر ده بايظ، ما استلموش من الراجل اللي بشتري منه. فاضل النقطة الأخيرة بالنسبة لقياسات الكهرباء اللي هي قياس الأمبير بتاعه شغال ولا مش شغال، ربما يكون قافش. القافش مش هيشتغل، هيسحب أمبير عالي ومش هيشتغل. طب لو مش قافش هيشتغل ويسحب معانا امبير 1/10 مثلا، 9/10، زي ما يكون قدرة الكمبروسر اللي قدامك. المهم اي كمبروسر تلاجة وهو شغال في الفاضي زي كده عمره ما هيزيد عن 1.5، 1.4، 1.6 كده يعني. خلينا نشغل ونشوف مع بعض. الاول نحط الكلامب ميتر على المدخل الكهرباء. حطينا الكلامب ميتر وظبطنا الجهاز على امبير، وصل كده سيف، بسم الله اشتغل معانا الكمبروسر، ساحب 0.8. ده خط الطرد وده خط السحب، وايضا ده خط السحب. اي كمبروسر فيه خطين سحب، خط للتشغيل وخط للخدمه انك تشحن منه الدايره. طبعا فاضل بالنسبه كده لقياس الملفات، وقياس الملفات مع جسم الكمبروسر، وقياس الامبير اثناء التشغيل، كله تمام كده. الكمبروسر الى الان تمام ما فيهوش مشكله. فاضل ان احنا نشوف الضغط، هل مفوت ولا ضعيف ولا كده. اعرف ازاي؟ في حاجه بحكم الممارسه اللي هي انك تكتم بالطريقه دي كده وتفضل كاتم 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 لحد ما الكمبروسر هو اللي يزج ايدك، يعني تفضل كاتم حتى يدفع الكمبروسر يدك، تمام كده. وفي طريقه علميه طبعا تانيه هعملها لكم، ان انا اجيب وصله شحن وصنفر المكان اللي هو خط الطرد ده، واركب عليها وصلة الشحن والحمها هنا، الحم هنا، هات عدة اللحام يلا،
والحم هنا، هات البودره والنحاس الاول والحم هنا، وبعد ما الحم اقول لكم نعمل ايه. وتم لحام الوصله اهي لسه سخنه. طبعا هستنى ما تبرد وهشغل الكمبرسر. بصوا يا شباب، بعد ما برد اللحام بتاعي ركبت العداد بتاعي، الخرطوم اللي على العداد الاحمر، الخرطوم اللي على العداد الاحمر، الخرطوم الاحمر على العداد الاحمر، ركبته على خط الطرد طبعا مفتوح، الهواء بيطلع وبيلف من الخرطوم الاصفر وبيطلع في ايدي اهو اهو تمام. بص الهواء بيطلع بيلف من الخرطوم الاصفر. اعمل ايه بقى عشان اتاكد بقى من شغلي ده؟ صلى رسول الله، عشان اتاكد من ضغط الكمبروسة اقفل المحبس ده وايدي عليه برضه، بسم الله، وكده بيقفل ولا بيفتح؟ كده بيفتح، كده بيقفل. طبعا هو واقف على ايه؟ واقف على الصفر، بسم الله. بص يا شباب هيلف هيلف، بيطلع ازاي؟ شايفين الضغط ده؟ ضغط الكمبروسر 320 اهوت، هيوصل ل 400 وهيعدي. طبعا انا خايف على الخرطوم بتاعي، بصوا عدى 400 كمان، لو انا صبرت هيزيد، لو انا صبرت هيزيد، ممكن يوصل ل 500 او 550 كمان، وممكن يزيد، بس انا اهم حاجه يعدي ال 250. لو عدى معاك ال 250 اطمن انه هيشتغل معاك على الثلاجه. ادي 400 اهي، 440 اهوت وماشي كده. كده يا شباب الكمبروسر ده سليم ميكانيكيا في الضغط، وسليم كهربيا في الملفات، وسليم مش موصل الملفات، الملفات مش محمصة يعني مش متوصلة مع الجسم بتاع الضغط. كده الكمبروسر ده اشتريه وانا قلبي مطمئن، واركبه لاي تلاجة انا عايزها حسب مقاس التلاجة طبعا. يعني كمبروسر سوتس على تلاجة 10 قدم، كمبروسر خمس، خمس من الحصان يعني، على تلاجة كام قدم؟ 12، كمبروسر ربع على 14، وهكذا. يعني كل حاجة لها مقاس عشان ما نبوظش الدنيا، ولكن الكمبروسر ده سليم 100% كانه جديد زيرو. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا العمل في ميزان حسنات ابويا وامي، وان يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.